حياة بولحجل أخت المعتقل بدر الدين بولحجل المحكوم بسنتين سجن نافذة. شنو نقول لك؟ إحنا هاد الأحكام هذه جتنا صدمة، جتنا بحال صاعقة. إحنا كنا بغينا القضاء يخيب لنا الظن ديالنا، بيخليناش نتفكروا بأنهم بالصح باقين باغين يديروا علينا الأحكام ديال الجمر والرصاص، باغين مازال عاد غيعذبونا بحال يعذبوا والدينا في 58 و59. كان عندنا أمل أن يكون كان يعني غيكون واحد التغيير في القضاء، غيكون بصح قضاء مستقل، لكن للأسف القضاء ماشي مستقل، والقضاء ديال الدنيا راه قال الكلمة ديالو. محنا كمظلومين كنستناو عدالة السماء وهو قضاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله غادي ننتصروا، هذه ماشي النهاية لينا حنا كعائلة المعتقلين، بل هي نقطة الانطلاقة، هي بداية بالنسبة لنا باش نحقوا الهدف ديالنا، والهدف ديالنا هو إطلاق سراح الإخوان ديالنا المعتقلين الأبرياء وإظهار الحقيقة ديالهم والبراءة ديالهم إن شاء الله في الأقرب الأجل. إن شاء الله بإذن الله تعالى عاش الوطن وعاش الشعب وعاش الريف ولا عاش من خانهم. ويل للطغاة الظالمين، ويل للطغاة الظالمين من دموع الأمهات، ويل للطغاة الظالمين من سجن مظلوم، ويل للطغاة الظالمين من حكم قاضي السماء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.